أنا طلب مني أن أهاجم مؤسسة جزائرية لصالح مؤسسة أخرى في إطار صراع رئاسيات، هذا ما طلب مني عن طريق شخصية معروفة، وقدمت كل الأدلة على الشيء هذا، والشخصية التي اتصلت بي وعدتني بأني سأقضي سنوات في السجن لولا حبلات التضامن من طرف جزائريين، من طرف حقوقيين، من طرف وطنيين جزائريين اللي دافعوا عني ودافعوا عن شرفي، كان يمكن جدا أني نقضي سنوات في سجون الجزائرية وأمر عادي جدا. أنا طلب مني أمر غير مهني أن أهاجم مؤسسات في إطار صراع رئاسيات، رفضت هذا الأمر احتراما لأخلاقيات مهنتي، فوجدت نفسي في السجن وتم تهديدي بهذا المصير وتلقيته، ولولا حملات التضامن، حملات تضامن صحفيين حقوقيين، يكفيني اليوم فخرا، يكفيني اليوم فخرا أنه عدد المحاميين اللي تأسوا لصالح عدنان ملاح تجاوز 100، وهذه سابقة في تاريخ المحاكمات في الجزائر. يكفيني فخرا أنه هناك صحفيين جزائريين، وكل الصحفيين الجزائريين أغلبهم في داخل الجزائر ولا خارج الجزائر تعاطفوا مع قضية عدنان ملاح. اليوم النضال في الجزائر هو نضال لعودة كرامة المهنة، كرامة مهنة الصحافة. اليوم نحن نطالب بحماية حقوق الصحفي في الجزائر، يلفقون أي تهمة لأي صحفي يتجاوز الخطوط الحمراء، وهذا أمر خطير جدا، وهذا مساس بالحقوق والحريات. هذا ما نظلنا من أجله، وهذا ما سنناضل من أجله،